السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنبدأ نفكر مع بعض Node.js. طبعا أول حاجة هنخش عليها هنخش على الموقع الرسمي اللي هو Node.js.org، هنحمل منه طبعا هنداونلود Node.js. طيب بص، هنخش ده الهوم. هو طبعا بيديك النسخة الريكومندد اللي هي 10.15.3، ودي اللي هي المفضلة بالنسبة له، علشان دي طبعا بتبقى مجربة ولو فيها مشاكل حلوها. ودي طبعا ليه لسه اللاست فيرجن اللي هو مثلا لسه بيشوف ممكن تبقى فيه مشاكل او فلسه ايه بيعدلوا فيها. فالافضل ان انت لو عايز تنزل على طول هننزل الريكومند، او الافضل نخش على داونلود نختار الاوبريتنج سيستم بتاعنا سواء ويندوز او ماك او اي سورس كود تاني. انا طبعا عشان ويندوز هختار الويندوز، ابدا انزله على الديسكتوب. تمام، هو كده ايه بدأ يداونلود. طيب على ما يداونلود، طب لو انت مثلا اي اوبريتنج سيستم تاني وعايز تعرف ايه البرامج اللي انت هتستخدمها. انا مثلا في الويندوز بستخدم فيرجوال ستوديو كود. طيب اللينكس ممكن يستخدم ايه، او الماك ممكن يستخدم ايه؟ ممكن نخش كده مثلا اهو بيقول لك بيلدينج نود جي اس فور سورس كود سبورتد بلاتفورم. هيخش على لينك في الجيت هاب، هيبدأ يقول لك مثلا ادي اليونكس والماك ازاي تسطبه، ازاي يعني ازاي تسطب النود جي اس على الاوبريتنج سيستم بتاعك. طيب لو طلعنا فوق كده في الجدول هنا مثلا فين الويندوز مثلا هنشتغل بالفيرجوال ستوديو كود، الماك اللي هو الاكس كود، اللينكس اللي هو جي سي سي. تمام، طبعا هو ده الافضل، يعني هو بيختار لك دايما الافضل. جيت اب يعني مش هيخدعك يعني ان شاء الله. وطبعا بيقول لك ازاي ايه تداونلوده وازاي تسطبه لو انت ماك او لينكس. انا الصراحه ما جربتوش لان ما عنديش ماك او لينكس خالص، او يعني ما عنديش الاوبريتنج سيستم ده. نرجع كده زمان وننزل. تمام، هنبدا نسطب. طبعا الويندوز مش اسهل منه، هنقول له نيكست نيكست. مفيش اسهل من كده. استنى بس لما يخلص. طب هوقف الفيديو اول ما يخلص هرجع لكم تاني. طب تمام، هو كده المفروض خلص. نقول له فيش. تمام، هنا ادي النود جي اس بس بره على جنب، ونجيب معاه الكومبايلر. طيب انا عايز اتاكد ان النود جي اس نزل مظبوط ومفيش اي مشاكل. هنكتب كده نود جي اس ناقص، او اسف، نود ماينس اللي هو الفي اللي هو الفيرجن. هيقول لي اللي هو كام 10.15.3 اللي هو كان اصلا بيقول لي ايه ريكومندد. كان بيقول لي ايه ريكومند هوم اللي هو 10.15.3. طيب حاجه مهمه لازم تنزل مع النود اللي هو الام بي ام. ايه هو الام بي ام؟ اللي هو النود باكج مانجر. طب ده بيعمل ايه؟ ده بيخليني مثلا ادونلود اي باكج انا عايزها. هو عاده هو بيخليني ادونلود اي باكج انا عايزها، وطبعا هنشوف هو بيعمل ايه طبعا واحنا شغالين. طيب نيجي نشوف برده الام بي ام موجود ولا مش موجود. ام بي ام ناقص الفي طبعا الحمد لله نزل، والفيرجن بتاعه اللي هو 6.4.1. كده الحمد لله انا سطبت النود جي اس. طبعا انا لو عايز اخش على النود جي اس ممكن اكتب نود. انا كده فاكرين الكونسول لما كنا شغالين عليه، يعني مثلا ممكن اكتب 1 + 1 النتيجه 2. ممكن اكتب مثلا فانكشن فان تمام، ونفس القصه بتاعت ال اسمه ده اللي هو الكونسول.
طب تمام، انا كده اطمنت ان النود جي اس نزل مظبوط والان بي ان نزل مظبوط معاه. كده ناقص لي البيئه اللي انا هشتغل فيها اللي هو الفيجوال ستوديو كود. نيجي ننزله برضه. كويس، فيجوال ستوديو كود. كويس، اول واحد دي الموقع الرسمي. نبدا ننزله. طبعا انا هنزله للويندوز لو مات او اي حاجه، بس انا طبعا قلت لك ايه، لو مات او لينكس انت بتنزل حاجه تانية تشتغل بيها اللي هو الايه الجيت هاب كان بيقول لك عليه. طبعا انا هختار الويندوز. نزله برضو على الديسك توب. بدا ينزل اهو. طب تمام، هو اول ما يخلص تنزيل واول ما ينزل عندي هكمل معاكم الفيديو ان شاء الله. طب تمام، هو كده الحمد لله نزله. نبدأ نفتحه اهو. نبدأ نرن. طبعا الويندوز بتشتغل منه. على ما يخلص ان شاء الله هبقى احاول ارجع لك على طول. طيب تمام، كده خلاص الحمد لله انا نزلنا الفيجوال ستوديو كود. اهم حاجه بس بعد ما ننزله هي بس حاجه هنثبتها فيه. هنخش كده على فايل ريفرنس اكستنشنز. تمام، وهنبدا ندور على جافا سكريبت. تيلي سنس اهي. لو لا جافا سكريبت انت بتقول جافا سكريبت انا قلت تيلي. جافا سكريبت وانتلي سينس اهي. تمام، طيب دي هتعمل ايه؟ دي هتساعدني، استنى بس كده. دي بتخليك تكتب بسرعه، يعني مثلا هو هيكمل لك الكلمه، هيختار لك الكلمه، يعني هيسكسست الكلمه اللي هي الاصح، يعني هنشوفها واحنا شغالين يعني. بس اهم حاجه تثبتها. ماشي، هنعمل له انستول. بص اقول لك على حاجه، شفت لما كنا مثلا شغالين دي هنا مثلا بالانسبكت كونسول، لما مثلا كنت بكتب كونسول بص بدا ايه يسكسست الكلام اللي انا ممكن اكتبه. انا عايز اكتب كونسول، عايز اكتب كونترول، عايز اكتب، عايز اكتب، عايز اكتب. او حتى لو كنت مثلا اخترت كونسول دوست دوت، هو بايه بيجيب لي كل الفانكشن اللي فيها ميموري لوج انفو كذا 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 كله. طبعا دي حاجه بتعمل حاجه. تمام، هو حتى بيقول لك ايه دي فانكشن. طب قلت له دوت كبير مثلا، فاهمني؟ فهو ده اللي ان شاء الله باذن الله هيفيدنا واحنا بنكتب في بنكتب جافا سكريبت في اللهم صل على النبي، بنكتب جافا سكريبت في الفيجوال ستوديو. اشوفكم المره الجايه باذن الله، وما تنسوش لصالح دعواتكم، وان شاء الله باذن الله هنبدا نشتغل مع بعض على طول النود جي اس. شكرا، سلام.